الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الغريب، السلام على الوحيد المظلوم الواقف بأرض كربلاء مخاطبا ضمائر العالم، كل العالم إلى يوم القيامة بما فيهم أنتم، بصوت عال: ألا بالناصر، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هذه الليلة هي ليلة مذلل البيت العلوي علي الأكبر عليه السلام، النموذج والقدوة. فما هي مواطن القدوة في حياة علي الأكبر عليه السلام؟ يا ترى ماذا فعل هذا الشاب ذو 19 ربيعا ليأخذ كل هذه المساحة من عقول وقلوب الملايين عبر الأزمان؟ هل هي بطولته وشجاعته وفروسيته التي أهلته لذلك، حيث سطى على جيوش الأعداء فقسمهم إلى حائر مدهوش وجبان خائف من ملاقاته؟ تقول الروايات: حتى ضج أهل الكوفة لكثرة من قتل منهم، أم لصباحة وجهه وجماله ووسامته التي اتصف بها؟ ألذلك أخذ كل هذه المساحة من العقول والقلوب؟ أوليس المئات أو الآلاف يشاركونه هذه الصفات وإن كان في موقف متميزا بينهم؟ إذا ما الذي ميز هذا الشاب عنهم؟ ميزه إنه أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر: وخلقا. إن كان أشبه الناس خلقا، إن كان أشبه الناس خلقا ليست بيده، فأشبه الناس خلقا هو الذي صنعها. كان خلقه خلق الرسول، منطقه منطق الرسول، الشاب الذي يرقب الله عز وجل في جميع تحركاته، الشاب البار بوالديه المطيع لهما، الشاب الواصل لرحمه، الشاب الذي يحترم الكبير ويوقر الصغير، الشاب الذي أمن جميع الناس جانبه، الشاب الفاعل في مجتمعه المشارك في أنشطته وفعالياته، الذي كان من برنامجه قضاء حوائج الناس، الشاب الذي اختلط لحمه ودمه بالقرآن حتى اشتهر بتلاوته له في آناء الليل وأطراف النهار، الشاب الذي حافظ على الصلاة، الشاب المبدئي الذي جعل الحق مدار تحركه. أولسنا على الحق يا أبتي؟ نعم، والذي إليه مرجع العباد. إذا لا نبالي أوقع علينا أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه. الشاب الذي رسم له هدف واضح في الحياة، الشاب الذي سخر فروسيته وشجاعته وجميع مواهبه في خدمة الإسلام، الشاب الذي اجتهد في فهم الإسلام حتى ذاب فيه فما أثرت فيه مغريات الحياة وما ركن إليها. هذا ما ميز علي الأكبر، وهذه مواطن القدوة في شخصيته عليه السلام. ماذا لو كان علي الأكبر بيننا الآن؟ أين سيكون؟ وماذا سيفعل؟ وكيف سيتعامل؟ وممن سيأخذ؟ ينبغي أن تكون خياراتنا وتحركاتنا ومعاملاتنا من المنطلق الذي ينطلق منه علي الأكبر، مما أهله بأن يلبي نداء سيد الشهداء، ومما أهله بأن يرتضيه سيد الشهداء. هذا ما يريده الإمام الحسين من النداء، أو هذا ما يريده الإمام الحسين عليه السلام من نداء ألا هل من ناصر؟ وهذه هي النصرة التي ينشدها الإمام الحسين عليه السلام. فهل سنلبي الحسين حقا وهو يصرخ في وجه التاريخ، كل التاريخ: ألا من ناصر؟ لبيك.